حسب مصادرنا الخاصة، نادي الأهلي السعودي وقع فعليا، هو لديه كان 4 أجانب، 2 منهم أقر بأنهم باقيان و2 رحلا. اليوم عندنا أليكسيس رومارو، اللاعب قائد توغو، منتخب توغو، ولاعب مارسيليا الفرنسي والذي انتهى معهم الآن، ويوقع رسميا تم توقيعه مع النادي الأهلي لعامين ونصف العام، ليكون لاعب محور مارسيليا. روماو هو الأجنبي الثالث في نادي الأهلي، ينتظر وصوله خلال اليومين القادمين. هو تم التوقيع رسميا، انتظار وصوله خلال اليوم.